وشوشة. ما كانش فيه مشهد سهل ومشهد صعب، لان المشاهد كلها احاسيس وكلها مشاعر. يعني مثلا لما بروح اقول لابويا لما بلاقيهاش مره واحده واتجنن واقعد انادي في وسط الخان وبتاع والكلام ده، ده كان مشهد صعب بالنسبه لو على الفكر انت بتتكلم عليه. في مشهد تاني لما ابويا بيوديني المصحه وبقعد اعيط في حضنه والكلام ده كله، ده مشهد صعب. في مشهد لما انا بتضرب فبعد كده ابويا ببدا انا بقى اللي هو انت وديتنا في داهيه وبسبب انت قعدت تقول لنا احنا المخ وهم العضلات، ده مشهد صعب. الكلام ده كله يعني تقريبا 90% من الشغل اللي انا عملته هي مشاهد صعبه جدا. فالفكره بقى هنا ان انا ما ينفعش العب الحاجه من ناحيه السيفتي، ما بحبش العب ده خالص، بكره حياتي اقدر ادور السيفتي. عشان كنت بدات العب دور جديد عليا، دور واحد قوات سايكو بعد كده بيبدا يحب البنت اللي هو بيوديها اوردرز والكلام ده، فبتبقى الموضوع غريب ومدمن فالشخصيه مستفزه. فكان بدأ الناس تشوف الجانب التمثيلي عند أحمد جمال، مش مجرد الجانب اللي هو السيفتي زي ما قلت لك قبل كده. أنا كنت بلعب تقريبا معظم أدواري أدوار سيفتي مش بمزاجي، بس هي كانت كده. فكان أول مرة أبدأ، ودي كانت أول مرة ليا أخد ورشة تمثيل أصلا. أنا فكرتي مفيش حاجة اسمها نجم كبير ونجم صغير، خلينا متفقين على ده. حتى وإن كان مفيش حاجة، إحنا عندنا النجوم بتتقاسش بالسن، نجم العمل ما بتتقاسش بالسن. عندك فراج وعندك تايسون وعندك أمينة خليل لما عملوا مسلسل، وعندك دينا الشربيني، وعندك دول الناس مش كبار في السن وشايلين أعمال وطايرين بيها والناس كلها بتتكلم عليها. تمام، واحد زي تايسون أنا بالنسبة لي ده نجم كبير، ده نجم كبير قوي. يعني أنا عايز أقف قدام تايسون. وقفت قدامه مرة واحدة في حياتي، ما كناش تقريبا كمان اشتغلنا مع بعض قوي، اشتغلت معاه في سيدنا السيد كانت مرة، وده نجم كبير يعني. فرج ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.